Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where's my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up to class, studying, I try to make good. I am from the West, but I'm not talking Clint Eastwood. Yeah. حبيبي ما خبرتش ما والو اخويا موجود خبرتي على اليوتيوب اليوتيوب بحكم اننا غبرنا على اليوتيوب اليوم غندير لكم واحد الحلقه اللي هي زوينه يستافدوا منها كاملين. شنو هي تجربه دازت ليا في حياتي وانا كنتريني وتوعدت في ظهري كندير سي تدرو توعدت في ظهري قدرت انني في ذاك النهار انني ما نمشيش نحبس لمده شهرين باش تمشي لي الاصابه قدرت في ذاك النهار نكمل لونطريينمون ولكن درت واحد الحاجه فاش توعدت شنو هي الى غنشوفوا دابا الوغ الماشين اللي سبات لي مشكل في ظهري هي هذه سي تدرو وكنظن غتكون سبات مشاكل بزاف الناس عندك هاد لا ماشين وعندك حتى البنش اوفر رو اللي كنهزوا لا بار بحال هكا وكنجبدوا بزاف الناس كيتوعدوا في ظهرهم غندوي غير النقطه اللي طرات لي انا والا بقى لنا شي وقت غادي نهضر على شي نقطه اخرى اللي هي كتدخل في الماسل امبالانس وداك الشيء المهم غندوي غير على النقطه اللي طرات لي انا باش تستافدوا منها اللي هي كنت خدامه سيدي هنايا سي تدرو الحمد لله ظهري مقاد كلشي مقاد كنخدم مزيان واحد الوقيته شنو وقع صونا التليفون في الوقت اللي انا خدام عينيا مشات للتليفون فاش مشات للتليفون وانا نحس بتك هنا في ظهري كيفاش توقع بحال هكا كيفاش توقع لي هادشي هنا فين كندوي على العقل فاش كيتكونيكتا مع الماسل الا تقطعات الكونيكسيون ديال العقل مع الماسل كيولي بحال تنفيلات يعني ما كيبقاش التركيز هادشي اللي وقع لي فاش صونا التليفون دماغي مشى مع التليفون والماسل ديالي مازال خدامين ولكن ما بقاش واحد المدير اللي هو كيتحكم فيهم هادشي علاش كندويو الوقت اللي تكون خدام تكون فوكس يعني مركز مزيان موسيقتك ومركز على الخدمه ديالك حتى تسالي ديك الساعه ركز في شي حاجه اخرى المهم غادي نوريكم داكشي بالتدقيق كيفاش درت هانت حدي حسيت بتوعيته حطيت البوا بحال هكا تقصعت شنو درت اول حاجه درت حاولت ندير ستريتشينغ الفقرات ديال الكولون فيرتيبرال ديالي وفي نفس الوقت الميوسكل ديال الظهر ديالي حاولت نهبط الماكسيموم جبدت مزيان كنحيد الضغط على المفاصل درت الماكسيموم من بعد حاولت بشويه ننزل على الارض نزلت على الارض ماشي ضروري تكون شي طابي ولا شي حاجه نعست على الارض بحال هكا حاولت ما امكن نخدم هذيك لابارتي اللي تقصحات اغلب التقصيحه كتكون في التلاقيه بين الميوسكل ديال الفيسي مع الميوسكل ديال اللومبير الوغ شنو درت يعني الموفمون اللي يقدر يخدم لي هذوك البلايص هي سوبرمان درت بحال هكا 30 سكوند ارتحيت 30 سكوند ارتحيت 30 سكوند ارتحيت من بعد حاولت نوقف على ركابي بحال هكا عاوتاني درت ستريتشينغ لظهري دفعت الفوق باش كنعاود ندير عاوتاني نحيد الضغط على المفاصل وميم طو الميوسكل بشويه وكنهبط خدمت على راحتي بقيت كندفع كنعاود نرجع خدمت الماكسيموم اللي قدرت عليه حتى بديت كنحس بظهري بدا كيرجع كيف ما كان نعست عاوتاني على ظهري ديما حاول تحرك بشويه ماشي ضروري تكون عندك طابي ولا شي حاجه اعتق راسك هو الاول دور على ظهري كي خاصني نعاود ندير ستريتشينغ لتحت يعني الخلفيه ديالي لي فيس لومبير لي زيسكيو حاول تجرها مزيان عندك هاد الجهه وعاود الجهه الاخرى عاود حاول تدفعها هنا فين غتقصحوا بزاف الموفمون الوحيده اللي غادي ما تقدروش ديروها هي هذه فاش غتكون مقصح حيت انفو غتوصل هنا غتحس براسك بحال بره مخشيه ماشي مشكل غير حاول تصبر وبقى تجبد عاود دوز الجهه اخرى شويه اوكي هذه المرحله غتحسك بان راه ظهرك فريمون مابقاش مقصح بزاف
حسيتي براسك التقصيحات زادت حبس، يعني راه ماشي هذا الموضوع اللي كندوي عليه. حسيتي بان ظهرك فريمون بدا كيبدا مابقى ما فيهش تقصيحه بزاف، دوز للنيفو الثاني هو بدا تخدم لي موفمون. لاتي هذا الميكرو، هذا برزنا هذا الميكرو، هذا زي هنا الركابي، حاول تهز ايد تهز رجل بلوكي، هذا النيفو الاول 30 سكوند، حط جهه اخرى 30 سكوند. حسيتي بظهرك ولا مزيان الوغ بدا تخدم ديناميك 2 3، 15 في كل جهه 1 2 15. كون متاكد بانه الا درتي هاد لي موفمون سير بلاس مورا انك تقصحتي، كون متاكد بان غادي تريكوفرا دغيا وغتقدر تكمل ليكزيرسيس، يعني غتقدر تكمل الحصه ديالك. شفتي راسك بانك ما تعالجتيش دغيا وما حسيتيش بان ديك البلاصه راه فريمون ترخفات عليك، حبس وسير عند الطبيب. الوغ نصيحتي لكم هي فاش تكون كتريني حاول ما امكن تركز في التمرين ديالك، ما تركزش على الاوزان، ركز على التكنيك كيفاش خصو يكون. صون لك التليفون ما تسوقش ليه، عيط لك شي واحد من بعيد ما تسوقش ليه، تسالي خدمتك ودوي مع بنادم اولا جاوب في التليفون اولا اولا. الوغ من بعد ما دزت المرحله الاولى حسيت بظهري بانه رجع اون فورم، ولكن بقيت ما تايقش. زدت لا ماشين هذه ديال الباك اكستنشن، فهي غتزيد تغونفورسي لك الميسكل ديال التحت ديال ظهرك وحتى لي فيس و ميم طون يعني الكلوت. خدمت فيها حتى هي 15 شويه عليا شويه، ما تزرب ما والو، خلي ظهرك مقاد. خدمت فيها حتى هي 15 ارتاحيت، 15 ارتاحيت، حسيت بظهري زاد بدا كيصحح. درت واحد التكنيك اللي هو فريمون زوين، نقدر نقول لك ماجيك، حيت فريمون غير درتو وانا نحس بان فريمون ظهري صافي ما بقاش دارني. هو هذا، وقفت على الحيط سرحت يديا، بغيت ناكتيفي هذا الميوزكل هذا ديال هنا ديال اللور طيط. الوغ هزيت رجلي هكا، شنو الموفمون اللي درت؟ هو انني بغيت ندفع يعني الباسان ديالي يقيس الحيط. اجي من هنا هذه باش تشوف، انا واقف دابا دغوا، كتافي مقادين، كتافي قايسي الحيط، ولكن الباسان ديالي ما قايش الحيط. الوغ غير هزيت يدي وزيت رجلي 90 ديغريز. شنو درت بهادي؟ دفعت قصت الحيط. غادي تلاحظ الا دفعتي وبقيتي قايس الحيط، هاد الميسكل هذا ديال اللورد لي فيس لاكوش اللي انت واقف عليه غتحس بيه تزير بزاف، وعاود رجعو بلاصتو. دفع بحال باغي تبوشي الحيط، ولكن ما تدفعوش بجد، وعاود رجع. نديرها واحد 15 مره، غتحس بان فريمون واحد لونغاجمون كاين هنا في يعني في الميسكل الفيسي زوين، غتحس فريمون بان ظهرك فريمون بدا كي يتجاوب. ما بقاش حيت الاصابه راه ما تعرفاش فين كاينه، واش في اللور باك، واش في البديه ديال الميسكل لومبير، اولا في ديال الفيسي. فالوغ كي خصنا نتارغيتيهم بجوج، هكذا علاش درنا هاد التمارين هذا. نفس الشيء لاغوش، هز دفع وعاود رجع 1 2 3. انا متاكد بان الا جربتي هذا التمرين هذا صافي غتحس بان ظهرك مزيان، غير هو ما ترجعش تخدم بالفري ويت، يعني بشي تمرين ديال الظهر اللي هو شي حاجه ما بروتيجياش لك، يعني ما هزاش لك تقول على ظهرك. ديما لي ماشي اللي بغيت تخدم فيهم فاش تكون معات شي حاجه تكون بلوكيه لك صدرك، يعني حاط عليها الثقل وخدام هكذا. هذا تكون قدرتي انك تكمل لا سيونس ديالك، وقدرتي انك تعالج راسك في نفس النهار، بس ماشي تمشي توعدتي كتخرج كتمشي على برا كيبرد فيك الدم كتولي الاصابه شويه يعني ثقيله. فمن الاحسن زرب عليها سير بلاس بهذا الشيء اللي درنا، وان شاء الله يكون كل خير. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشيء هذا، وان شاء الله مازال جاي غيكون كثير وكثير، وكنا غنستافدوا ان شاء الله. تحيه. After I get it, I reinvest. People wanna talk, they're talking.
from reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat out producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline at that principle.